الراديو 90 هواها مصر. ما عشان هلال تاخده هو؟ لا عشان بدأ يلعب في شعر. انت فين يا معالي؟ لا لا انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ معالي انت فين؟ طب اوكي يلا فين؟ انت فين يا معلم؟ انت فين يا معلم؟ عايزين نعرف المعلمين اللي سهرانين بره البيت او بيشتغلوا في اي مكان يبعتوا لنا رساله على 199 يقول لنا انت فين يا معلم، واحنا هنحاول نكلم اكبر عدد من المعلمين. معانا ابو حميد على التليفون. احمد ابو لوسندا. يا ابو حميد صباح الخير. صباح الفل. صباحك. بص يا احمد، انا عمال اقول لك ابو حميد وانت بتغلط فيا وتقول لي يا استاذ. النبي ده ينفع بتأستاذني ليه يا عم؟ خلاص يا ابو موزه. الله ايوه كده، ايوه كده يا ابو موزه حبيب قلبي. الله يخليك يا باشا. شكلنا طب لوسندا عندها كام سنه عشان ممكن يلا نوفق راسين في الحلال بسرعه. يلا على السريع، عندها يعني داخله على سنتين. لا ده سن مثالي، ده سن مثالي جدا. وشكلها شكلك هتتدبس يا معلم. يا باشا نوديها لعند البيت اتزحلق. ربنا يحفظها ويخليها لك يا حبيبي. قول لي بقى يا ابو حميد انت فين وبتعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي في مدينه نصر طاول عباس وفي الشغل. شغلك عباره عن ايه بقى؟ انا ترزي في مصنع. ترزي. بتعمل ايه شغلك بالظبط؟ فهمنا بتعمل ايه بقى في المصنع؟ بشتغل ملابس كاجوال في مصنع وكده. تمام كاجوال حريمي يعني. طيب مش والرجالي ملوش نفس يعني ولا ايه؟ يعني احنا في الحريمي بس يا استاذ احمد. خلاص يا عم انا قلت حاجه، خلاص ده سؤال بريء والله، والله بريء. ايوه يا باشا هو شغل الحريمي هو اللي 100%. ماشي احمد قول لي، ما انت بتحب شغل بالليل اكتر ولا الشغل النهاري؟ لا شغل الليل احلى. ليه بقى؟ اهو روقان في الهدوء كده. طب ما انت كده كده جوه المصنع يعني، هو العربيات اللي ماشيه في الشارع بالنهار بتدخل عليكم؟ ما انتوا كده كده المصنع مقفول عليكم بالليل. لا بالليل مثلا ما بنطلعش بره كتير. ممكن ما كل شويه طالعين وداخلين والكلام، انت فاهمه ده صح. طيب دايما يقولك مصانع اللي فيها الغزل والنسيج او فيها الشغل الخياطه والكلام ده دايما بيقولوا بتبقى مسكونه، الكلام ده صح ولا اشاعات مغرضه يا عم احمد؟ ايه قلت تاني كده؟ بسال سؤال، مصانع الملابس والحاجات دي بتبقى بيرموا كده كلام عليا يقولك ايه بتبقى مسكونه بالليل نلاقي المكن بيشتغل؟ لا 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 هو بس شويه عفاريت كده على شويه الحاجات الرعب بتاعتك دي موجوده عندنا يعني. طب انا بقول لك تقول لي لا لا في شويه عفاريت. طب احكي لي بقى. ايوه ما انا بقول لك ادينا بقى صغننه يعني. يا عم احكي لنا احنا نحب نسمع، احنا معاك يا باشا. يا باشا هم شويه عفاريت تصحى الصبح كده تلاقي المكان شغال لوحده. انت بتتكلم بجد؟ ايه الكلام اللي انت فاهمه ده؟ بيحصل بجد ولا بتهزر؟ لا يا رب. لا بهزر طبعا. لا انت خفت، انت خفت يا ابو حميد، خفت اللي يشتغل بجد. ربنا يبعدنا عنهم. طيب احمد عايز تسمع ايه يا صديقي؟ عايز اسمع عمرو دياب رصيف نمره 5 وواحد بمسك على اصحابي. ماشي احمد عنب وابو زياد ثروت حبيب قلبي استاذ جوده نص عبد العزيز اللذيذ الله على سيدنا ونص احمد بد يعني وشوخله وقوقه عمرو خلا وقوقو بتنادوا القوقو تقولوا له يا قوقو. ايوه عمرو هو اسمه قوقو. سلامنا القوقو. الدنيا زي الفل. ربنا يخليكم لبعض. احلى تحيه لكل المعلمين اللي بيسمعونا في الجيش في كتايب وبيبعتوا لنا وبيقولوا احنا مسليينهم كده وفي الجو المتلج ده واحنا معاهم. احنا بنسلم عليكم والله كلكم، اي حد بيبعت لنا انتوا فوق راسنا وربنا يوفقكم يعني، كنتوا بتعملوا حاجه لينا كلنا مش ليكم لوحدكم. يلا لو انت سهران في اي مكان ابعت لنا رساله على 199 قول لنا انا في المكان الفلاني سهران رايح المكان الفلاني او راجع من المكان الفلاني واحنا هنكلمك. معانا محمد الروبي على كوبري اكتوبر. يا محمد صباح الفل. صباح الفل يا يونس. صباح العسل يا حماده، اين انت يا باشا؟ والله دلوقتي انت كلمتني كنت على كوبري اكتوبر، دلوقتي تقريبا وصلت التجمع، فلك انت تتخيل السكه عامله ازاي يعني. انت راكب نفاسها يعني؟ هو يعني الكوبري طبعا يعني دي من الحالات اللي انت تحب فيها جدا القاهره بالليل، عارف؟ والله مفيش حد معاك خالص. دي الفتره اللي عمرو دياب غنى ليها القاهره ونيلها وليلها وجمامليها والحاجات دي. هي دي. عشان هو كان بينزل في الوقت ده بقى يعني، لكن لو كان نزل الساعه 3 الظهر يعني كان عارف كان هيقول ايه الصراحه. ممكن نطلب من عمرو ينزل 3 مثلا العصر كده يغني لها برضه. بالظبط يعني ينزل كده يشوف الكوبري نفق الازهر بتاع يعني الحاجات الحلوه دي. انت كنت جاي منين؟ من كوبري اكتوبر جاي منين بقى وانت رايح التجمع؟ بص يا سيدي انا كنت في المهندسين.
تمام. خروج بقى الويكند والاصحاب والقهاوي وكده، عشان طبعا التجمع انت عارف يعني ايه، القهاوي بعافيه شويه ما تلاقيش يعني مش زي المهندسين، مش زي الحتة العجوزة وكده بالظبط. الحاجات القديمة الأصول دايما هي اللي تلاقيها فيها الروح الحلوة اللي كلنا بنحبها. بالظبط بالظبط بالظبط، يعني هي بقى الفكرة كلها في ان انت، وكمان انت الناحية التانية دي بتبقى سهرانة وفيها ناس كتير، وبس على عكس بقى الناحية التانية بتحس ان انت صحراء، يعني ما فيش حد خالص. كنت سهران مع مين من الأصدقاء؟ يعني كنت سهران مع دول بقى اصدقاء الطفوله، يعني كنت يعني دول الناس مثلا اعرفها من يعني في اغسطس 84 في عز الحر، يعني حاجه يعني ناس اعرفها من 20 سنه مثلا ولا حاجه، دول ان انا يعني انا سني يعني انا عندي 26 سنه تمام، يعني فاعرفهم وانا كان عندي 6 سنين اللي هي بقى رفاق السوق دول انا عارفهم. ايوه يعني شله الفساد يعني بتاع المدرسه والله ناس طيبه يعني 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 مش مهم حاجه، اهم حاجه الاخلاق يعني. ربنا يخليكم لبعض. طيب محمد انت بتشتغل ايه اصلا؟ انا شغال بزنس ديفلوبر في شركه خدمات بترول. تمام. بنعمل مواسير البترول يعني. ربنا يوفقك يا بطل وسهرة سعيدة، وإن شاء الله يا دايما كده تتقابل أنت وصحابك وتفتكروا كل الأيام الحلوة، وسلم لنا عليهم لما تشوفهم المرة الجاية. أكيد أكيد يا يونس، وهدحرج التماسي. وإحنا بندحرج لهم التماسي دلوقتي. عايز تسمع إيه عشان نلحق نسمعها لك قبل ما النفاسة توصل البيت؟ تمام. أحب أسمع ريت عمرو دياب تاني. بس حاجة قديمة، أحلف بالليالي. يا طب انت فاكر الشريط كان اسمه ايه؟ الشريط كان اللي هو بتاع ويلوموني يا ولد. لا. اسد والله. لا. اسد والله. لا لا عيب عليك، انا جابي قديم. بنسقف لك اهو يا عم كمان. تهديها لمين يا محمد بيه؟ والله انا احب اهديها لكل الناس اللي سهرانه دلوقتي وفي العربيات ومستمتعه جدا بالقاهره وهي فاضيه، واحنا كمان بنهديها لك، واستمتع وعلي الصوت بقى وانت في العربيه وغني مع عمرو، لان الاغنيه مقسوم حميد الشاعري، فهتطلع كل المواهب اللي عندك. اكيد 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 يا يونس. ربنا يخليك يا حميد، نورتنا. ربنا يخليك يا حبيبي، ميرسي جدا. شكرا شكرا، مع السلامه. يلا كل انت فين يا معلم، ابعت لنا رساله على 199 قول لنا انت فين، رايح فين، راجع منين، او سهران فين، على الرقم الاس ام اس بتاع الراديو 9090199 قول لنا انت فين واحنا هنكلمك. معانا استاذ وائل يسري. انا بقول استاذ وبعد كده بس على ما ندخل على طول. ازيك يا وائل؟ ازيك يا يونس، مساء الخير عليك او صباح الخير عليك وعلى الناس كلها والناس المستمعات دلوقتي، وبرنامج جميل جدا جدا جدا. تسلم، ربنا يخليك. وائل جاي منين ورايح فين؟ انا يا سيدي جاي من شارع فيصل ورايح البيت، مروح شارع المطار. مساكن شارع يا ولد، ده احنا ممكن نعدي نسلم عليك دلوقتي. شرف ليا. انا او تجيب لنا العشاء كده وتجيب. ايه رايك اسهل؟ يا باشا سهل سهل جدا. جاي من فيصل، كنت بتعمل في ايه فيصل يا شقي؟ كنت بتعمل ايه يا وائل في فيصل دلوقتي؟ لا لا، انا كنت عند حد صديق ليا، صديق عمري وعائلته، وحب امس عليه بقى. لا يا ريت يكون سامعني دلوقتي، احمد ابو الغيط. تمام. استاذ احمد ابو الغيط من عائله ابو الغيط، هو بس على عائله ابو الغيط كلها. واحلى سلام وتحيه لعائله ابو الغيط، وسقف لابو الغيط كله، الغيط كله من اوله لاخره. لا كل عائلته خلي بالك. مالهم مالهم ايه؟ دول جزارين. حد لاقي حد لاقي دول نعمه. عشيهم عشان كده دول دول نعمة يا عم. الحمد لله اتقل كيلو اللحمة دول وصل 130 تقريبا دلوقتي، فعايزين عايزين. والله حاجة تحزن. مش لازم ناكل لحمة يا عم، اللحمة نقرص. لا ما انا بروحش اكل، بروح اتفرج. انا بروح اساعد في التقطيع بس. وحشتني فبروح اتفرج عليها. المرحومة كانت طيبة. والله ربنا يجيبها بالسلامة يا رب. ان شاء الله كله هيرجع ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بس، خلي الحلقة تعدي. قول لي انت متجوز ولا انت ظروفك ايه؟ انا حاليا لا مش متجوز. طب ما تتجوزش احسن. لا ما هو اللي بيعملها مره ما بيعملهاش ثانيه. ايه ده، انت ليك سابق تجربه حبيبي حبيبي. انا مطلق وعندي ريتاج. ربنا. طب وريتاج عندها كم سنه؟ ده الاهم بقى. ريتاج عندها شهر 7 اللي جاي ان شاء الله.
تم 7 سنين. ربنا يحفظها يا رب، ربنا يحفظها ويخليها لك يا رب. يا رب ربنا يخليك. لا بس احنا يا ارضو يعني عايزينك تتجوز تاني وتتأهل، مفيش مشاكل. والله في الواقع. لا ما تقول ما تقولش اللحمة السبب. أرجوك. لا لا خالص خالص خالص. هو عادي يعني اختلاف وجهات نظر، مش شرط انها يتكرر كل مرة. بتشتغل ايه يا عم وائل؟ انا HR. اه منكو اه منكو. والله غلابة ومظلومين وبننفذ قرارات بس يا راجل. في حد بتاع HR يقول احنا غلابة؟ طب بذمتك الجملة لايقة على بعضها؟ ده بتوع HR المصايب ماشي على رجلين. لا لازم احسن الصورة شوية. لا ما تحسنهاش خلاص يعني يا جماعة، يعني الناس الصغيرة والله قوي والله. طب بص، عشان في طلبة بتسمع وكده مش عايز اعقدهم من كلمة HR، بس يعني خلاص اخري معاك دلوقتي. شطبنا. انا سعيد جدا اني اتكلمت معاك، فكرة دي اول مداخله ليا في حياتي عموما. ده يشرفني والله، يشرفني. بس انا حبيت مشترك معاك، ان بعيد عن الموضوع بتاع الحلقه وبعيد عن البرنامج بتاعك، بس انت بتعمل حاجه كويسه جدا، انا متابعك. كتر خيرك، ربنا يخليك. قوافل بتاعتك والحاجات، لا فعلا انسان محترم وبرنامج هادف على الاقل يعني. ربنا يخليك. برنامج فعلا يسعد ان الواحد يسمعه يعني. هات لنا لحمه بقى من عند ابو الغيط، طالما انت راضي عني كده يا استاذ وائل، هات لنا كيلو لحمه. نفسك وبفتيك. نفسي في الكفته. والله انا بروح له كل ويك اند كده عشان اشوفها بس يعني، عشان اطمن انها لسه موجوده. يا اخي بس هو صاحبك برضو يعني، ما رملكش اي حاجه كده، اي رغيف حواوشي ولا اي حاجه؟ لا لا والله يا ابو الكرم كله يعني. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه يا وائل؟ بعد ايه؟ انت نيلتها بنيله يا وائل، وتقول يا رب يكون سامع. يا رب يكون سامع. لا بس هزاره تقيل شويه فاهم. طيب طب يعني انت اتعشيت؟ مطمنين عليك ولا؟ الف حمد لك شكرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شبعت من منظر اللحمه؟ انا عارف انا عارف. اه لا الحمد لله الحمد لله، غسلت ايديا كمان. عاوز تسمع ايه حبيبي؟ خليها على حاجه على ذوقك بقى. لا لا ولا ذوقي بعد اللي انت قلته وبعد الضرب اللي هيحصل. اطلب يا عم، اطلب يا عم، وطلباتك تنفذ. اي حاجه قديمه بس مش في دماغي حاجه. طب قول اسم حد عايز يعني قديم لحليم، ام كلثوم، فايزه. ام كلثوم يا ريت يعني، لو في حاجه ام كلثوم يا ريت طبعا. اسمعك فات الميعاد. ها؟ اسمعك فات الميعاد، اكئبك ونكد عليك واقلب عليك كل حاجه، ايه رايك فات الميعاد؟ وتفيد بايه يا ندم؟ يا ساتر. تفيد بايه يا ندم؟ لسه على لساني. لا 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 عايزين اغنيه. طب اسمع ام كلثوم، اسمعك داره الايام او امل حياتي. يعني حاجه اختار انت الاثنين بقى. امل حياتي جميل. ماشي، عشان يبقى في امل كده ان شاء الله، وربنا يخلي لك ريتاج احلى بنوته في الكون كله. الله يخليك، ربنا يخليك. نورتني وسط البرنامج. تسلم يا حبيبي. انت فين يا معلم؟ ومعانا محمود سهران في الشغل دلوقتي. يا محمود ازيك؟ والله ازي حضرتك، عامل ايه؟ من غير حضرتك، ازيك انت يا حود؟ عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. انت شغال فين يا محمود؟ شغلك عباره عن ايه؟ بعمل شنطة حريمي اللي بتحط فيها الميك اب ديت للحريم. أيوة. شباب الشعريه للحريم. حسستني بسوق جواري قوي. شنط رجالي. طيب تمام، انت بتعمل شنط حريمي، تمام كده. وقلت لي المصنع اللي بتشتغل فيه في باب الشعريه تقريبا، صح كده؟ باب الشعريه. احنا 5 6 7 صناعيه كلنا بنصنع. سلم لي عليهم، اساميهم ايه كلهم بقى؟ معانا المكانجي الاستاذ صلاح عطوه، ومعايا احمد شكري صنايعي، ومحمد وخالد الجزار. الحمد لله يعني كلنا من بنسوت، كلنا طقم تاني. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ عايز اسمع صوتكم. تمام يا استاذ احمد. اهلا وسهلا، صباح العسل، منورين. وجودك والله. محمود بعت لنا يا رجاله بيقول ان صوته حلو، خليه غني ولا بلاش؟ انتوا اللي هتقولوا، اسكت انت يا محمود خالص. خليه غني. يا محمود انت بتغير صوتك، بتطلع بثلاث اصوات، هو مفيش حد جنبك. هم اللي بيتكلموا. خليهم يقولوا مع بعض خليه غني عشان اتاكد ان مش انت. مع بعض خليه غني. خليه غني. خلاص غني، انت اللي هتغني يا محمود. هتغني لنا ايه يا عم حوده؟ اغني لك ان شاء الله حاجه النجاح. الله عليك. طيب يلا اتفضل. عيون القلب سهرانة. يا محمود. نعم. انت غيرت اللحن يا محمود. لا انا مش هسمح يعني. لا ما تزعلش مني، عايزين اغنية تكون جايب اللحن بتاعها تمام.
عشان الفنانة نجات راجعة بأغاني جديدة مش حسينها تزعل مني. بتحب تغني لمين تاني؟ بتغني يعني عايزين أغنية اللحن بتاعها أنت يعني متمكن منه قوي. متمكن منه قوي. ده انتوا اللي قلتوا هخليه غني، ده انتوا ليلتكم مش معديه، ده هجيلكم هجيلكم دلوقتي. طب انا بغني لهم حاجات اهدى كده، اكيد نقول حاجه غير. طب يلا. وانت تاني رجع لي تاني بتقول لي حب، وانت ناسي زمان ياسي اللي انت كنت جرح لي قلب، رجع تقول بتحبني وبهون عليك انت، فاكر زمان دمرتني وانا بين ايديك انت. ايه رايك كده كويس كده؟ تمام 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 زي الفل زي الفل. الرجاله اللي عندك اساميهم ايه وارقام بطايقهم حالا حالا حالا؟ ده انتوا شوفوا ليلتكم مش معديه. احمد شكري. احمد شكري رقم بطاقتك كام يا احمد يا شكري؟ هجيبك بطاقتك كام هتتحمل؟ هجيبك هجيبك حد. والله انت خليت السهره يعني مش عايز اقول لك احمد منتهى السعاده حبيبي. واحد يعني نفسه يكلمك كل يوم بيحاول يتصل ده حد غيرك؟ إيه ابو ميزو بتغني برضو؟ قبل اي حاجه بتغني برضو ولا لا؟ انا ما بغنيش. طيب. انا ما بغني. طيب. بس انا بسمعك من زمان يعني من اول حلقه ليك كانت في اف ام وكده يعني. ربنا يخليك، ده انت الشرف ليا يا حبيبي، انت على راسي والله. بس يعني هو محمود بيغني لكم كم مره في اليوم بصراحه؟ قول. لا محمود الحمد لله يعني بيعرف يغني بيقول شعر، وهو الجنس بتاعنا. هو الايه؟ الجينيوس بتاعنا يعني، هو المفكر بتاعنا. يا ولا يا ولا يا ولا هو الجينيوس. سلامنا لكل جينيوس عندكم، هو من ناحيه جينيوس فهو جينيوس. الجمجمه بتاعتنا. الجمجمه. انت متابع كويس. طيب عايزين تسمعوا ايه يا رجاله كده بعد ما محمود؟ تيجوا نسمع نجات يعني، محمود كان داخل دخلت عيون القلب، تيجوا نسمعها ولا عندكم طلب تاني؟ ايه انتوا بتتشاور؟ ايه 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 ليه؟ ايه انت عاوز اغنيه ايه يعني؟ لا انتوا اللي عايزين يا حبيبي، انا مش احنا نسمع يعني. ماشي ماشي. طب هنسمع قديم ولا جديد؟ اللي انتوا عاوزينه. طب عايزين نسمع اغنيه مثلا لمحمد محي. محمد محي حاضر. يلا عايزين اغنيه كئيبه ولا اغنيه فرايحي؟ لا فرايحي اصلا. عايزين اغنيه ايه؟ طب عدك على ايه ولا ايه؟ اه كده. استنى استنى، مين اللي كان بيقول عدك دلوقتي؟ انت اللي بتغني صح؟ هو محمود الجينيوس. محمود الجينيوس. طب ما يا محمود، طب تعالى غنينا عاتبك يا محمود، كانت الدخله في امل. ها محمود على فكره حوده بيتكسف عشان اول مره يشتكي. بيتكسف ايه يا عم؟ هو غنى وطلع عينينا دلوقتي، ودلوقتي بقى بيتكسف فجاه؟ على فكره الاغنيه اللي غناها دي كانت اغنيه هو كاتبها وكده، هو بيغني ومصدعني على فكره. سامع؟ طب ايه يا محمود، هو انت ما بتغنيش غير لما تبقى بعيد؟ تعالى يا حبيبي تعالى. اتفضل يا حبيبي. حيرك بس تعالى يا حبيبي. ما اعرفش اغني لما كل واحد اطلعوا بره يا جماعه، ادخل الحمام يا محمود، اخرجوا بره عشان محمود بيتكسف. يلا يا حوده. يلا ادينا حته قعدبك. يلا وهنسيلك على محمد الخواجه، وهنسيلك على حمد وعلى الدنيا كلها. ادينا حته قعدبك يا محمود. قعدبك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ قعدبك على السنين ولا الشوق الحنين؟ كويس كده؟ انت ايه لحقت؟ ايه يا عم ما تصلي على النبي كده وكمل يلا. ها ايه ايه يا عم ايه اللي حصل؟ لا 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 لا، الموضوع وسع منك يا محمود.